قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولأن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول: ظهرت قصة شعر في أوساط الشباب، صورتها أن الشاب يترك شعرا طويلا في منتصف الرأس ويأخذ عن الجوانب يمينا وشمالا سائر الشعر يحلقه، ما حكم هذه القصة؟ أقول: أقل أحوالها الكراهية، لأنها داخلة في القزع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض. وأيضا في هذا الصدد، فإن النبي نهى عن التشبه بالمشركين، وهذه القصة واردة من أهل الكفر ومن الفساق، والله أعلم. يسأل: هل الفخذ عورة أم ليس بعورة؟ أقول وبالله التوفيق، قد ورد حديث لفظه الفخذ عورة وسنده ضعيف، لكن بمقتضى قال جمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية، قالوا بأن الفخذ عورة بناء عليه، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أن الفخذ ليس بعورة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه ورآه بعض أصحابه. وفصل فريق بقولهم: العورة عورتان، عورة مخففة منها الفخذ، وعورة مغلظة وهما السوءتان، والله أعلم. يسأل سائل يقول: إنه طلق زوجته في رسالة هاتفية أرسلها إليها، هل يقع هذا الطلاق؟ نعم يقع هذا الطلاق إذا كان مقرا بذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. اتفضلي. عندنا الدولة تعطي قروض بفوائد، وبعدين نحت الفوائد وصارت هي اللي تسدد الفوائد، والمواطن يسدد المبلغ اللي أخده وبس. ما حكم الشرع في؟ إذا كان يمكنك الاستغناء عن ذلك استغنيت، حتى لا تتعاوني مع الدولة على الإثم والعدوان. وإذا لم يكن يمكنك الاستغناء وأنت ستأخذين الألف وتردينها ألفا، فلا إثم عليك، إنما الإثم على من فعل ذلك. السلام عليكم. يسأل سؤالا: هل يجوز أن أهدي لشخص نصراني هدية، وهل يجوز قبول هديته؟ نعم يجوز هذا وذاك، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المشركين. دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها، وأهدى المقوقس ملك مصر ماريا وأختها نسرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. والجبار الذي أدخلت عليه سارة عليها السلام ونجاها الله منه، أهدى لسارة هاجر، وأدتها سارة لإبراهيم عليه السلام. إلى إذا كانت الهدية رشوة عن الدين
فلا تقبل الهدية في حال كونها رشوة عن الدين، وذلك لأن سليمان عليه السلام لما أرسلت إليه ملكة سبأ التي كانت تعبد الشمس هدية ردها قائلا: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدنا الشيخ، أطال الله في عمرك. في طاعة الله وإياك. باختصار سيدي الشيخ، الله يكرمك، يزيد أين دفن يا سيدي؟ تحياتي لك. نعم نعم، سؤال مرة أخرى. يزيد أين دفن يا أستاذي؟ نعم نعم، يزيد بن معاوية، بن معاوية أين دفن؟ لا أدري أين دفن يزيد بن معاوية، لا أدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، سؤال بعد إذنك يا شيخ. اتفضل. هل المتوفي قبلة يعني الدفنة؟ هناك قول لكثيرين من أهل العلم، وهو أنه يستحب توجيهه للقبلة، بحديث في سند بعض المقال: قبلتكم أحياء وأمواتا، فيوجه إلى القبلة على رأي كثير، على رأي جماهير العلماء. نعم، فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه مشفوع بالعمل. بارك الله فيك. السلام عليكم. ليه عدة أسئلة. اتفضل. اولا عاوز اعرف معنى الآية: ومن يتولهم منكم فانه منهم. والامر الثاني: حكم من الصلاة خلف من يؤيد بشار. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم، اي ومن يتولى الكفار يناصرهم على اهل الاسلام حبا منه لمنهجهم ورضا منه بصنيعهم فانه مثلهم. لكن اذا كانت هناك تحالفات بين دوله مسلمه ودوله كافره، فالتحالفات جائزه في شريعتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحالف مع يهود بني قريظة ضد أحزاب أهل الشرك، وتحالف مع خزاعة ضد مشركي قريش، وقال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا واحدا، عدوا من ورائكم. الحديث. أما عن هذا الذي ذكر وعن أبي نفسي عن ذكر اسمه، هذا السفاح الذي أفنى بلاد الإسلام ودمر أهلها من المسلمين، هذا لا يجوز تأييده بحال على باطله الذي هو فيه وعلى ظلمه، إنما من أيده متأولا من الناس هل تجوز الصلاة خلفه؟ الصلاة تجوز إذا كان المؤيد متأولا، أما إذا كان الذي أيده رافضيا علويا مثله فلا تصلي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. اريد اعرض معنى ثلاثة ايات في سورة المائدة. نعم. ثلاثة ايات في سورة المائدة: من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الفاسقون، فاولئك هم الظالمون. اذا كان الحاكم بغير ما انزل الله مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، رافضا لحكم الله، أو يرى أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساويه، فهو كافر خارج عن الملة. لكن إذا قال إنني مضطر لذلك، أو فعل ذلك مقابل رشوة، فهو كما قال جمهور السلف: كفر دون كفر، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل السائل عن كلمة كفر دون كفر، هل لها مستند؟ نعم لها مستندات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في شأن النساء: طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك خيرا ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وأيضا في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر سماء كانت بالحديبية، أي بعد سقوط مطر نزول مطر بالحديبية، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. من الدليل على الكفر دون كفر حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. السلام عليكم. يقول: هل أحيانا يطلق الظلم على الكفر؟ نعم يكون ذلك، قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ويطلق على الشرك أيضا ظلم، قال تعالى في كتابه الكريم في شأن لقمان مع ولده: إذ قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بديت بطلاش مالتين أنا كنت صغيرة. الصوت غير واضح وغير مفهوم. كنت صغيرة وسنطلت مثلا. أعتذر، الصوت غير واضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. زوجي عايز يشتري عربية، هي أصلا الدولة مخصصة للمعوقين. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك هو بيروح المعوق بياخد جواب ويروح على المكان اللي هو بتاع العربيات ده. انا عارف القصه، لكن هناك حظر بيع عليها قبل 5 سنوات. ما هو في حظر بيع، في حظر بيع يا شيخ، بس هو بيديها لك يعني بتمشي بيها، بس لو المرور قبلك بيغرمك يعني مبلغ من المال. انا عايز اعرف هو الموضوع ده حلال ام حرام؟ لا، أنا أقول إنه مكروه أصلا، لأن البيع لا ينعقد، البيع لم ينعقد انعقادا كليا بسبب أنه لم يصرح للمشتري المعوق أن يبيعه إلا بعد 5 سنوات. لكن إن كانت هناك ثغرات في القانون يمكن إعمالها، وأظن أن هناك بعض المسائل يمكن إعمالها في هذا، فبذلك انظري في هذه الثغرات التي يجوزها قانونهم، ومن ثم يرشدك إليها شخص تعملي بها، ليست تزويرا إنما من الأمور المباحة، أظن المشتري يدفع مبلغا من المال. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هل هذا على ظاهره؟ نعم على ظاهره، لا معنى لأن نبتعد به عن ظاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي الشروط من أجل أن أتزوج واحدة غير مسلمة نصرانية أو يهودية؟ وهل إذا تزوجت ما حكم تهنئتها بالعيد أو أن نوصلها إلى الكنيسة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإذا كانت النصرانية عفيفة جاز لك الزواج بها وإن كانت باقية على دينها، لقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم
الآية إلى قوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وأن هنا العفيفات الحرائر هذا. وقد تزوج حذيفة بن اليمان امرأة يهودية فبلغاه أن عمر قال في ذلك شيئا فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت بسأل على إن في حد جه، أنا كنت عايز أشتري تلفاز. نعم. كنت عايز أشتري تلفزيون. طيب. واحد جه معايا دفع الفلوس وقسط عليا المبلغ، هل ده ربا؟ هذه حيلة يفعلونها لاستحلال الربا المحرم، فهي صورة من صور الربا المقنعة، ابتعد عنها بارك الله فيك. السلام عليكم. تسأل سائلة عن حكم لبس الكعب العالي. أقول إذا كان النعل ذو الكعب العالي يظهر مفاتنها أثناء مسيرها أو يحدث صوتا أثناء المسير بما يلفت الأنظار فيمنع، فالله قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما إذا كان لا يظهر المفاتن ولا يحدث صوتا فلا مانع منه حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه هذه الصلاة، هل كان موسى سببا في تخفيفها من 50 إلى 5؟ السؤال الثاني أن بعض المسلمين عفوا نعلم أن النبي لما فرضت عليه الصلاة 50 صلاة نزل فمر بموسى سأله موسى فأجابه النبي فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف حتى آل الأمر إلى 5 صلوات. ما السؤال؟ السؤال أن بعض المتوسلين بالأموات استدلوا بهذا الحديث وقالوا إذا لم يكن للأموات تصرف مع الأحياء فلماذا كان موسى سببا في تخفيف هذه الصلاة من 50 إلى 5؟ هذه خصوصية بموسى عليه السلام مع نبينا محمد، أحيى الله الأنبياء لرسوله إكراما له عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال جزاكم الله خيرا. اتفضل. وجزاك. السؤال الأول السؤال الأول جاء في الحديث الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، في نار جهنم، ما هو الذنب الذي عمله الشمس والقمر حتى يرمي الله بهما في نار جهنم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الحديث بلفظ الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، لكن ثوران كلمة ثوران ضعيفة، الشمس والقمر ثوران ضعيفة خلافا لمن حسنها. وأقول لعل هذا الذي سألت عنه يتضح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري، ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ولقد قال تعالى إنكم مما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فلهذا وذاك يمكن أن يقال إنه ليعذب بهما عبادهما، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الصادق من تونس. اتفضل. سؤال إن شاء الله مع الشيخ. اتفضل. أنا مع الشيخ سمحني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. زادكم الله فضلا. وياك. بنك يقول بنوك تقول أنا هي بنوك إسلامية عندنا في البلاد غير البنوك الربوية، فهل من هل أنا يعني مطالب أنني أبحث عن معاملاتهم هل هي فعلا مطابقة للشريعة الإسلامية أم أنا أخذ على كلامهم وتعامل معهم على أنهم قالوا أنهم بنوك إسلامية؟ من الذين قالوا؟ عفوا، من الذين قالوا؟ نعم. أليس واضعوها هم الذين قالوا؟ نعم البنك يعني الذي قال. يعني الآن مثلا أن الرسول ورد عنه أن قوما سيشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، أتوا بشمبانيا وقالوا هذه شمبانيا، هل أنت تسأل هي خمرة أو ليست خمرة أو لا تسأل؟ أسأل. إذا كان وضعوها هم الذين يحلونها لأنفسهم، فأقول لك وبعد السؤال والاجتهاد في هذا الذي علمته أن البنوك شأنها واحد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عندي أربع أسئلة يا شيخ، الله يجزيك خير. تفضل. قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ نعم. لماذا خصص الله النظر إلى الإبل دون غيره من الحيوانات؟ لأنها كانت المستعملة عند العرب، كانت أعظم شيء من الدواب عند العرب، وكانت أمامهم جميعا. نعم. وهل الإبل خلقت من جن؟ الحديث الوارد في ذلك فيه بعض الكلام، في بعض النزاع، والله قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. تفضل. السؤال الثاني يا شيخ، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، لماذا نهى الله عن البيع في صلاة الجمعة ولا ينهى عنه في الصلوات الأخرى؟ يعني صلاة الجمعة أعظم الصلوات، ولا أدري هل أنت مسلم أو لست بمسلم. الحمد لله أنا الحمد مسلم بالسعودية. إذن هل تسمع أن الله قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ الله فعال لما يريد، يفعل الله ما يشاء. بارك الله فيك. السؤال الثالث يا شيخ، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فاحذروهم. عدوا لكم. كيف تكون عداوات الزوجة للزوج يا شيخ وعداوات يعني الوالد. مثلا أنت أردت أن تصل رحمك، أردت أن تصل أمك، أردت أن تصل عمك وأن تهدي له هدية، تقول لا أولادك أولى، اجلس لا تذهب، فتحملك على قطع الرحم. أو تكون الزوجة طماعة، أنت تعمل براتب 1000 والزوجة مطالبها ألفان، فتحملك على الكسب الحرام وعيشتك لا توائمني، فتضطر أنك تسرق من أجل إشباع رغبة الزوجة. هذه بعض الصور. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أسألك عن رواية فقط سمعتها من عند إمام. نعم. في باب قضية احترام الكبير والشيخ الكبير، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما صالح أهل الحيرة رفع الجزية عن شيوخ أهل الحيرة من النصارى، هل هذا صحيح؟ في هذه الرواية صحيحة أم لا؟ لا عفوا، يعني أنت تسأل عن الجزية وأحكامها أو ماذا؟ لا، هل صحيح أن عمر رضي الله عنه رفع الجزية عن شيوخ أهل الحيرة من النصارى عندما صالح أهل الحيرة؟ لا، أنا لم أراجع السند إلى عمر بهذه الواقعة، أحتاج إلى مراجعة السند إلى عمر بهذه الواقعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ لو سمحت عايز أسألك سؤال. اتفضل. أنا حلفت على مرتي بس من خلال انتقالك بالثلاثة، وكنت في حالة تعصب بس، وهي حلها بالضبط أنا في السعودية وما عرفش الحل. أنت كنت في وعيك أو خرجت عن وعيك؟ والله خرجتني عن وعي صراحة من مرد الله.
إذا كنت خرجت عن وعيك لا تتكلم كلاما لا تقصده ولا تدري معناه إلا بعد خروجه فلا يقع طلاقك، لكن كنت تملك أمر نفسك طلاقك واقع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك كنت علمت مؤخرا أن توقيت صلاة الفجر المكتوب في النتيجة المصرية يعني يسبق الأذان الأصلي. نعم يسبقه بنحو من 10 دقائق أو ربع ساعة، فإذا كان مؤذنكم يقيم الصلاة بعد ربع ساعة أو بعد أكثر من ذلك صلي معهم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم صلاة الفريضة على الدابة في حالة عدم استطاعة النزول، يركب سيارة باصا أتوبيس وخرج قبيل الفجر مسافرا والأتوبيس لن يقف إلا بعد طلوع الشمس، ماذا يصنع في صلاة الفجر؟ أقول وبالله التوفيق، يصلي الفجر على الكرسي، إن وجد في الأتوبيس مكانا للصلاة صلى قائما، إن عجز صلى قاعدا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الله يسعد أيامك يا شيخ يا رب. عندي سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك، بس أنا دلوقتي عايز أطلع سيارة تمام من معرض تمام من وكالة، والوكالة بتديني السيارة بإيجار منتهي بالتمليك تمام على 5 سنوات أو 4 حسب بقى ما نكتشف. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز لما يعتريه من الغرر. السلام عليكم. يعني هذا إحدى صور الغرر يا شيخ؟ نعم لا شك، قد تموت وقد يموتون وقد تنفض الشركة، وهم يرفعون الإيجار بناء على أنك ستتملك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، طه اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد بذلك ما يفيد، إنما قال كثيرون من أهل العلم إن طه حروف مقطعة كياسين كألف لام ميم كصاد كهاء يا عين صاد إلى غير ذلك. قال آخرون معناها طي الأرض بقدمك، وقيل معناها يا رجل، لكن ليس باسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي أكثر من سؤال. تفضلي. لو سمحت، ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، هل زيادة العلي العظيم دي بدعة؟ لا أقول بدعة، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا زيدت العلي العظيم لست بناء على الحديث إنما مطلقا فلا مانع، لكن الذي علمه النبي أبا موسى هو الذي سمعتيه. بارك الله فيك. معلش فضيلة الشيخ، طيب حضرتك، الأكل من أطراف الطعام هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما حد يأكل من أطراف الطعام هل يلف الطبق ويأكل من الأطراف ولا يأكل بعد كده عادي لو خلص الأطراف؟ لا يعني يعني تلف الطبق يعني ولا إيه؟ كلي من أمامك ثم من أمامك، كما قال الرسول كل مما يليك. لكن هنا فإذا يذكرها العلماء أن النبي لما قال كل مما يليك كان إذا كان الطعام واحدا، لكن إذا كان الطعام مختلفا يجوز أن تمد يدك إلى مكان آخر وتأخذ من المكان الآخر، لحديث أنس أن النبي كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ. اتفضلي يا أختي. أنا ابني توفي وعمره هو عمره سنتين ونصف. وبعد الله يرحمه. يا شيخ لم أعق عليه هي لظروف مادية. نعم. لا لم أعق عليه لظروف مادية. لم تعقي عن الابن. هل يجوز أن تعق المرأة عن ولدها الذي مات دون البلوغ؟ نعم يجوز ما دام قد مضى يوم سابعه، فإن عققت عليه بعد الوفاة جاز إذ لا مانع من ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. اتفضل. لو سمحت يا شيخ أنا كنت بسأل عن حكم التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، هل ده يخش في الربا؟ لابد من الاطلاع على صورة العقد، وصور العقد التي اطلعت عليها فيها بنود الربوية التي تقول يتضاعف الأجر 7% في حالة كذا إلى غير ذلك، فلابد من النظر إلى صورة العقد التي معك حتى يتسنى الحكم عليها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أشتركم بالشيخ. الله يسلمك. تفضل. والله نحمد ربي، والله يعزنا لقائك وكلامك والشين أيوة. دور يعني تفعلوا الخير والمزية في جميع قنوات المسلمة، تعرفوا تحطوا اسم الشيخ كما اسمك انت مثلا الشيخ مصطفى العدوي، لان عليه يعزنا اسماءكم، ولازم نعودوا نعرفوكم بالاسم كما تعرف الناس المطربين وتعرف المغنيين، احنا نستعزوا باسماءكم. الله يغفر لنا لكم. نتمنى من كل غانا مسلمة وين تحط الشيخ تحط اسمه كما انت، ما عرفك انا الشيخ سي مصطفى العدوي. الله يغفر لنا لكم. ونتمنى منك الدعاء. الله يغفر ونتمنى منك الدعاء ونتمنى منك الدعاء. بارك الله فيك. نشكرك جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا خرجت بعد صلاة العصر من المنزل لكن ما كنتش صليت. وصليت يعني المغرب كان هيأذن فصليت في التاكس، فمش عارفه تصرفي كان خطأ ولا صح. اذا عجزت عن النزول، اذا كنت عجزت عن النزول وصليت الفريضه في السياره لعاجزك عن النزول جاز ذلك، لكن ان كنت تستطيعين النزول ألزمت به للفريضه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذن حضرتك في رجاء بعد إذنك. اتفضلي. هو حضرتك بنرجو بس إنه ساعة أذان المغرب يبقى في فاصل يتسنى للمشاهدين إن هم يصلوا صلاة المغرب، وفريق العمل أيضا يصلي صلاة المغرب. إحنا عارفين إن حضرتك على سفر فيمكنك التأخير، لكن إحنا والفريق يعني هو كل ما هنالك أن القناة ليست موجهة إلى مصر فقط، موجهة إلى دول أخرى مواقيت الصلاة فيها تختلف عن مصر. أما عني فكما تفضلت وأشكرك لدفع الشبهة أنني على سفر ومن حقي أن أجمع وأن أقصر، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. أحبكم في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. حفظك الله. أيوة. شيخ مصطفى الله يحفظك، تهنئه المشركين في اعيادهم ومشاركتهم هل تجوز؟ الله يحفظك. لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول بوضوح تهنئه اليهود او النصارى باعيادهم هل وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يصل الامر احيانا الى التحريم اذا كان عيدهم يناقض شريعتنا، بمثل مثلا النصارى يقولون إن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد فيجعلون عيدا للقيامة يوم الأحد، ونحن نقول في كتاب رب نقرأ في كتاب ربنا ونقر به ونؤمن به أن الله قال، نؤمن بأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا تضمنت التهنئة إقرارا حرمت إقرارا بالباطل، إقرارا على الباطل. إذا كانت التهنئة تتضمن أنني أقر أنه صلب وأنه قام تحرم حينئذ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ممكن سؤال شيخنا؟ اتفضل.
شخص شرق سرق فرخة. نعم. شخص سرق فرخة. شخص سرق فرخة؟ نعم. دجاجة يعني. إيه. طيب. دجاجة نعم. وبعد. وأكلها. إيه. بحكمها. حرام. شخص سرق دجاجة وأكلها أكله حرام، لكن الآن يرد ثمن الدجاجة لأصحابها ويستر على نفسه، لكن يرد الثمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سؤالي وجزاك عن وجزاك. حديث الضب، عن حديث الضب الذي جاء به الأعرابي، هل هذا الحديث يصح أم لا؟ لا يصح، لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. وبالمناسبة السلام عليكم. ألو. نعم. لي عمة توفيت. نعم. عمتي توفيت. الله يرحمها رحمة واسعة. أي توفيت ومربية ابنها غير يعني ما بنتها يعني جابها من الملجأ. وبعد البيت اللي قاعدة فيه قالت إن سجلته لي. فما حكم الدين وما حكم الورثة هنا كيف؟ لا يعني أمك أجد قريبتك أتت ببنت عمتي عمتي خطوالة دي عمتك أتت ببنت من الملجأ. أيوة. وسمتها باسمها. نعم. سمتها باسمها. نعم. فجاء وقت الميراث سترث. نعم. وهي لا يحل لها أن ترث، وقبله لا يحل لها أن تسميها باسمها لقول الله تعالى دعوهم لأبائهم. فالآن هي ليس لها في الميراث حق إلا إذا عمتك أوصت لها بشيء لا يتجاوز الثلث أمضيت الوصية، أما الميراث فليس لها من الميراث شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، نعم. حضرتك قلت طه ليس من أسماء إيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طه ليست من أسماء رسول الله، ولا ياسين من أسماء رسول الله. نعم. طب الآية اللي بتقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صاد والقرآن ذي ذكر، ما نفس الشيء. قال تعالى صاد والقرآن ذي ذكر، ياسين والقرآن الحكيم، كلها أحرف مقطعة بدأت بها بعض الصور. أما طه لم يعلم أن النبي اسمه طه، ولا قال بذلك أكثر المفسرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. إن الإله ما أخذ ورهما وكل شيء عنده بأجل المسمى فالصبر والتحسس يا شيخنا الكريم وإخوانك المكرمين، الحمد لله رب العالمين. بارك يا أمي. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل هل القطة نجسة؟ بمعنى أنها إذا شربت من إناء اللبن يجوز لي أن أشرب منه؟ نعم يجوز لك أن تشرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا بك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ ايوه يا ابراهيم. تمام ان شاء الله. يا ابراهيم انت ايراني يا ابراهيم، هل تحيه المسلمين ازيك او السلام عليكم؟ ايوه يا ابراهيم. ازيك يا شيخ؟ اسمك طيب، اسمك طيب، فليكن خلقك طيب ودينك طيب يا ابراهيم. يا إبراهيم اتبع ملة الحنيف إبراهيم. يا إبراهيم مع السلامة، هداك الله يا إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنت تسمع فيا كويس؟ نعم. ما سؤالك؟ أنا عندي سؤال لك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تكلموا؟ تفضل، ما سؤالك؟ ألو. نعم. ألو. نعم نعم، ما سؤالك؟ السلام عليكم.
بارك الله فيك. ابو زينب من الجزائر وبالضبط من ولايه بومرداس. اسال ما حكم اللحى فضل الشيخ؟ ما حكم ماذا؟ تحليق اللحى فضل الشيخ جزاك الله خير. ماذا نعم حكم حلق اللحيه؟ حكم حلق اللحيه حرام الا للضروره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشارب واوفوا اللحى خالف المجوز، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السلام عليكم. سائل يسأل هل صحت لفظة الفطرة عشر أو خمس ومنها حلق الشارب؟ يسأل عن لفظة حلق الشارب هل ثبتت؟ لم تثبت، إنما الثابت قص الشارب، ولفظة حلق الشارب شاذ. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى العدوي تفضل. أنا شخص أمارس رياضة صباحا، والآن لحق علينا صلاة الصبح. تمارس الرياضة صباحا؟ رياضة السباحة نمارسها صباحا، والآن لحقت علينا صلاة الصبح فيها. دخلت عليك صلاة الصبح؟ ونستطيع أن نصلي صلاة الجماعة مع بعضنا. يزلنا صلاة الجماعة. يعني أنتم الآن عند البحر تسبحون، دخل عليكم لا، نحن نمارسها كرياضة في صالات مغلقة. طيب على العموم في مكان بجواركم للصلاة فيه صلي في وقت الصلاة، استتر والبس ثياب تليق بالمصلين، خذوا زينتكم عند كل مسجد وصلي الصلاة في وقتها، قدمها على السباحة. السلام عليكم. وبعدين عبد شغل. ما سمعتك. يسأل سائل هل من أكل الفسيخ يذهب لصلاة الجماعة أم يأخذ حكم الثوم؟ من أكل ثوما أو بصلا، الظاهر أنه يأخذ نفس الحكم بل أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل إذ قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والفسيخ أشد من ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. ما حكم الاحتفال بعيد المولد الشريف يا شيخ؟ نعم، عيد المولد الشريف الاحتفال بالمولود ما حكمه؟ كل هذه الأعياد ليست من ديننا إلا الفطر والأضحى ويوم الجمعة باعتبار عوده وتكراره. إن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ بص أنا سؤال، عندي سؤال. أنا شفت المناظرة بين تلميذ حضرتك الشيخ فارس المصري وبين الشيخ معن في الولاية قبل كده، قبل أيام، قبل يعني أنا لا أدخل، عفوا أنا لم أدخل في مناظرات مع أحد، لم أدخل في مناظرات مع أحد. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس ممكن ان شاء الله شرحت؟ اتفضل. ممكن اعرف الفرق بين القسط والعدل؟ هل بينها فرق يا شيخ؟ نعم، القسط والعدل. نعم. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. احتاج الى مراجعتها بدقة، احتاج الى مراجعة الفرق بدقة، لكن لاول وهلة القسط هو العدل، ولكن هذا قد يعم في باب ويخص في آخر والآخر عكسه، فدعني نظر إلى ميسرة.
بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز شراء سيارة من بنك ربوي؟ البنك لا يمتلكها، فابتعد عنها أفضل وأسلم لدينك بل وأوجب. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم شراء الذهب بالتقسيط. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فلا يجوز التقسيط في بيع الذهب. وبالله التوفيق. أيضا يسأل عن حكم بيع الدولار بالجنيه المصري بالآجل. لا يجوز كذلك، لأنه يأخذ حكم الذهب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يسأل سائل عن صحة حديث أعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني إذا سبحتن اجعلن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا حيات من الجزائر. والسؤال؟ أريد أن أرتكب جميع المعاصي وأريد التوبة. استغفر الله. استري على نفسك. استري على نفسك وابتعدي عن مواطن المعاصي، ولا تيأسي من رحمة الله، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأكثري من الأعمال الصالحة والاستغفار، ولا تكشفي سترا سترك الله به، ولا تفضحي نفسك، وابتعدي عن موطن المعصية. السلام عليكم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. شفت المناظرة بين تلفزيون حضرتك والشيخ أبو القاسم على قناة الولاية، والمناظرة دي انتهت بهروب الشيخ. ممكن تكون مناظرة بين حضرتك والشيخ أبو القاسم على قناة الولاية ولا إيه؟ عفوا، إذا سألت عني أنا أجبتك أنني لم أخرج في حياتي قط على قناة فضائية للمناظرات. هذا عني، أما عن غيري لا أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ معك خالد من السعودية. نعم؟ معك خالد من السعودية. تفضل. أنا يا شيخ عندي ضعف بصار، وعندي مشكلة بالشبكية، وأطلب المساعدة بعلاجي بالخارج، وأنا والله يا شيخ ما أشوف، يشهد الله. والسؤال؟ السؤال إني أطلب فاعل خير إن يساعدني بعلاجي بالخارج. رسالتك وصلت، لعل محسن من المحسنين يتفطن لها ويسأل عنك. ورقم الأخ المتصل على القناة الفضائية قناة صفا وفقهم الله. السلام عليكم يا شيخ. نعم يا شيخ. أنا زوجي عنده أخته، لما تحب أنها تيجي على البلد، إنه هي متزوجة وعندها زوجها، فلما تحب أنها تيجي هو يجيبها. فأنا دايما أقول له يعني عندها زوجها، ليه أنت تتعب حالك وتروح وتجيبها؟ فيعني لما بس احكي احب انه احكي معه فيصرخ ويزعل ويغضب ويصير بيعيط ويزعل ويشتم. فاقول له انا ما كان قصدي اي شيء، بس هي عندها زوجها مسؤول عليها. يعني عفوا، انت ينبغي ان تساعدي زوجك على وصل الرحم، ينبغي ان ترحبي باخت زوجك اذا قدمت اليك. تأتي تشكو همومها لأخيها، وتستريح نفسيا عند أخيها شيئا ما، فساعديه على أعمال البر، واحمد الله أنك لم تبتلي بزوج شديد يطردك لأهل بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ فاضل؟
الحمد لله بارك الله فيك. شيخ الفاضل، ما حكم المسبحة؟ نعم، ما حكم المسبحة؟ السبحة الأفضل منها أن تسبح باليد، لأن النبي كان يعقد التسبيح للتأكد من العدد. إن عجزت عن ضبط الأعداد باليد فاستعمل السبحة لا بأس بها، ولا حديث التي وردت فيها منعا أو إباحة لا يثبت منها خبر، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة حديث النوم على البطن نومة المغضوب عليهم أو نومة أهل النار، لا يثبت هذا الخبر. يسأل أيضا عن صحة حديث اللهم أجرني من النار سبعا بعد الفجر قبل أن يثني رجليه، زيادة يثني رجلي قبل أن يثني رجلي لا تصح، والآخر محل نظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. إذا كانت زوجتي نصرانية هل يجوز أن أنا أوديها أوصلها للكنيسة أو أقول لها في العيد طيبة؟ قال ربنا سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. يسأل سائل عن ثبوت لفظة وكل ضلالة في النار في حديث أما بعد فإن كل محدثة بدعة، حديث خطبة الحاجة. أقول زيادة كل ضلالة في النار لا تصح، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة للإسلام وللمسلمين، وأسأل الله أن يعينها على أداء رسالتها لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحمل راية التوحيد وللدفاع عن صحابة النبي الأمين وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.